نعود إلى المغرب، حيث تطمح المغربية سمية عروي إلى تشريف الجود المغربي في الألعاب الأولمبية التي ستقام بعد أسابيع في طوكيو. وتأمل عروي الحصول على إحدى الميداليات في أكبر ملتقى رياضي، ولهذا الغرض استعدت سمية عروي بشكل كبير بتدريبات مكثفة قبل المغادرة نحو اليابان في الأيام القليلة المقبلة. وعانت لاعبة رياضة الجودو في الفترة الماضية كثيرا بسبب الإغلاق الشامل للقاعات الرياضية خوفا من تفشي فيروس كورونا قبل أن تعود وتتدرب مجددا تحضيرا للألعاب الأولمبية. الأحلام ديالي محديانة تنكبر وهي تتكبر معايا، فكان الحلم ديالي أنني تأهل والحمد لله وصلت ليه، ولكن الحلم ديالي دابا ولكن ماشي حلم هو ولا هدف بالنسبة لي، أنني نكون بطلة أولمبية وبطلة العالم إن شاء الله، وأنني نانسبيغي لي جينيراسيون اللي جايين، نكون واحد الموديل واحد ليكزومبل ديالهم اللي يشوفوه ونكون قدوة ليهم.